السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. نثمن عاليا جهود القضاء ووزارة الداخلية بمكافحة المحتوى الهابط ومحاسبة المسيئين للقيم والأخلاقيات العراقية الأصيلة ومروجي ثقافة الابتذال، ونعد ذلك مبادرة وطنية شجاعة ومسؤولة لحفظ العائلة العراقية وهوية المجتمع وقيمه التي هي مصدر اعتزاز وتفاخر كل العراقيين. ونثمن أيضا الجهود الكبيرة المبذولة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والتي أسفرت عن الحد بشكل واضح من هذه الجرائم، آملين من النخب الإعلامية والثقافية التعاون ودعم تجذيب ساحة الرأي العام من مروجي السفاهة والابتذال، فعظمة الشعوب بقيمها وأخلاقها وعلمائها ومنابرها ومفكريها ومثقفيها ومجاهديها والمدافعين عنها، فهم مصدر وعيها وبناة أجيالها وصناع مجدها. هذا ما قاله الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى في بيانه الذي صدر في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ردع ومكافحة الابتذال الذي يأتي تحت عنوان صناعة المحتوى. الحرب على المحتوى الهابط ضرورة باتت ملحة، لأن المطلوب من هذه الممارسات هو تسطيح الوعي وتسطيح القيم وتسطيح الأخلاقيات. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي تأتيكم بعنوان صناعة التفاهة، حرب ناعمة وتسخيف للعقول. معكم في التقديم على أفاضل، وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نأخذ إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع ونقرأ منه سوية مقطعا ربما يكثف الضوء على موضوعنا. مقالنا الأول حمل عنوان القضاء وخطوات معاقبة أصحاب المحتويات الهابطة، الكاتب مانع الزاملي. تعالوا نقرأ سوية. القضاء خطوات معاقبة أصحاب المحتويات الهابطة، الكاتب مانع الزاملي. وأخيرا انبرى القضاء الشريف لكي يحد من سلوكيات منحرفة أساءت للشعب العراقي ولتاريخه الشريف الكريم. ولاقت مبادرات القضاء ارتياحا كبيرا في الأوساط الشعبية والفنية والثقافية، لأن الثقافة والتطور والحرية لا تعني أن يدعو البعض لأمور ينبذها العرف قبل الدين. ولا أستطيع في هذا المقال القصير أن أذكر كل حالات الانحراف الموجود في المجتمع، لكن تصدي القضاء لهذه الظواهر وغيرها خطوة في اتجاه تنظيف المجتمع من الانحراف والسلوكيات الدخيلة على شعبنا ومجتمعنا الشريف الصابر. وأتمنى ومعي كل شريف يحب شعبه ووطنه ودينه أن تستمر ملاحقة المخالفين دون الالتفات للأبواق التي تعترض وتهرج وتتباكى على الحرية الشخصية المزعومة. وكلنا أمل وترقب لخطوات القضاء المفرحة، لأن نظافة المجتمع من المنحرفين واجب وطني وشرعي وعرفي. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة. انضموا معي للترحيب بضيفي الكريم الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم العجرش. مرحبا بك أستاذ قاسم. أهلا ومرحبا بكم. بالمناسبة أنا أيضا معد البرنامج. نعم، إحنا عد على أساس ضاميها، يعني على أي حال قصة أن معد البرنامج يخرج ضيفا في برنامجه قصة لها مبرراتها. أولا لأن الموضوع
موضوع مهم جدا ويتعلق بمعركة كبيرة يخوضها مجتمعنا مع أعدائه. وأعداء هذا المجتمع متعددين، منهم أعداء خارجيين، منهم أعداء داخليين، منهم أعداء أيديولوجيين، منهم أعداء نوع، منهم الضد النوعي. لكن بالعموم أننا نتعرض إلى معركة ضخمة كبيرة منذ أمد ليس بالقصير، إنها معركة القيم، قيمنا الاجتماعية. بس أنت اقتحمتني مباشرة، يعني دعني أوجه السؤال أولا وبعدين فضل أسأل. أريد أن أتحدث ابتداء. نعم فضل. معركة القيم هذا كلامي توطئة لما سنتناوله سوية، ويبدو أننا متفقين في الأسئلة والمادة المطروحة. لكن كوننا متفقين لا يقدح بأصالة الموضوع وضرورته وضرورة تناوله من زوايا عديدة، ربما هذا يبرر خروجي إلى الجمهور. جزاك الله خير. على أي حال، كان هناك جناب الأستاذ، كان هناك رجل يزعم أنه رجل حوزوي، وكان أيضا واحد هو يعد من قراء المنابر الحسينية، وكان الناس يحبون الاستماع له، لكن ما أن أدخل عذرا التفاهة في أحاديثه حتى جرده الله، سلب منه التوفيق. ترى يعني ما الهدف من محاولة تسفيه موقعية رجل الدين؟ من يقف وراء ذلك؟ مثل ما تعلم أنت ويعلم الكثير من الأخوة المشاهدين، نعم، ويدركوها جيدا، أن معركة القيم التي تحدثت عنها هي معركة، هي إطار واحد من الأطر الكثيرة المتعددة للمعركة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا. طبعا هذا ليس وفقا، الطرح ليس وفقا لمفهوم المؤامرة. تسألني لماذا لا يتعرض الشعب الألباني مثلا، أو الشعب البوليفي، أو الشعب الكوستاريكي، أو الشعب المصري، لما نتعرض، لما تزعم يا قاسم أن المجتمع العراقي يتعرض له؟ الحقيقة كل الشعوب تتعرض إلى معركة قيم، بضمنها الشعب الأمريكي نفسه الذي يتصدى إلى مفهوم الحرية. لكن هذا بالذات يستبطن القول بنظرية المؤامرة. نعم. فلماذا نحاول أن نبعد هذه إذن معنى هذا أن معركة القيم جزء من المعركة الشاملة التي تخوضها البشرية ضد من؟ نعم. ضد القوى التي تريد الهيمنة على البشرية وتجعلها أدوات وأرقام في سلسلة نشاطاتها ومحتوياتها ومركبات تفاعلها. الإمبريالية الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصهيونية العالمية، الماسونية، هذه هذا يجي تحت قوسين صناع الحرب الناعمة، العناصر الرئيسية في المقابلة لنا في معركة القيم. استهداف رجل الدين، وأعطيت جنابك مثالا جيدا لرجل الدين وعرضه بهذا الأسلوب التافه، ولا يستهدف رجل الدين هذا، بل تحول رجل الدين هذا، ولو ربما هو ليس رجل دين، فقط لابس عمامة. احنا اشرنا انه يزعم يعني رجل الدين على الاقل عنده كوابح ذاتية تكبحها من ممارسة الاعمال التي ممكن ان نطلق عليها الغير لائقة. لكن هذا الرجل طرح نفسه ليبرالي ديني، نعم، بمعنى هذه الاصطلاحات التي بدأت تروج أو يحاولون ترويجها، بمعنى أن المروجين له والداعمين له وصناعه يريدون أن يرسلوا إلينا نحن كمتلقين رسالة بأن البشرية والعراقيين منهم بحاجة إلى رجل الدين الليبرالي المتحرر الذي يلعب محابس ويقبل فتاة على قارعة الطريق ويحضر النشاطات الفاشينستات وينشر محتوى هابط وضحك ونكتة ويخلع العمامة ويلعب بها كرة قدم. هذا رجل الدين الآن يظهر نفسه، هذه الشخصية يظهر بمحتويات أخرى، معتذرا، معترفا بتقصيره،
معترفا بأنه تعرض إلى أذى، يعرض يستمر بعمله كعارض محتوى هابط، يشوف يقولهم رجل الدين أين وصل به الحال، كيف أهين، كيف أن السلطات تلاحقه، انتقل إلى طرح الحريات الشخصية، أنا شو مسوي جهالة عشرة أيام، ويبكي ويتباكى، استدرار عطف الناس، اي استدرار مستمر. إذن هو بمهمته، هو ليس معتذرا، هو لا ما زال يمارس دوره القذر في الحرب الناعمة. طبعا هي هذه قضية جدا معقدة، قضية يعني طرح نموذج مروض إذا صح القول لرجل الدين، رجل الدين الذي عرف بعدم المهادنة، الذي عرف بالتمسك بالقيم، بالمبادئ، بالأخلاقيات العالية المنضبطة بضوابط شرعية. ترى يعني هذا الجهد جزء من جهد يصب في طرح بديل ثقافي معمم. والقصة ليست الطرح المعمم الذي يريدون الشكل المعلم، يعني طرح إسلام يريدون. نعم. آخر. نعم. هذا اللي اصطلح عليه كما أشرت حضرتك، اللي هو الإسلام الليبرالي، هذا نمط جديد من أنماط الغزو الثقافي. كان أبعد من هذا. نعم. هم أبعد من هذا. هم يردون يطرحون، يردون يسفهون الدين، يردون يوصلون ويانا إلى حال أنه نكره الدين. نعم. أنه نعتقد بأنه هو هذا الدين اللي يعرض علينا. لسنا بحاجة إلى هكذا دين. نروح إلى المجتمع اللامتدين أفضل. اللاودينيون هم أفضل من هذا النموذج الصارخ الذي يصدح بالثقافة التافهة. إذا أصبح هذا النموذج شائع وأسقط هذا النموذج أيضاً، أسقط كل ما يتعلق بالدين، وأن الدين حاجة فردية وليست حاجة مجتمعية، ونوصل إلى حالة أنه يصير انفصال بين الدين والأفراد والمجتمع، مع العلم أن الدين أول ما اهتدى إليه العقل الإنساني البشري لحل المشكلات التي يواجهها. واجه الأسئلة الكبرى، منو أني، المن جاي، ليش، شنو دوري، شنو دوري بالإنسانية، مجيئي إلى هذه الدنيا لكي أموت، من يشوف الموت وراء، لو لكي أعمل، لو لكي أبني، لو لكي أنهض بي، شنو معنى الإنسانية، شنو معنى الدين، شنو معنى الإله الواحد الأحد، هذا إني أسئلة، وين هو هذا الإله الواحد. وصلونا في هذا الفترة الزمنية المنصرمة إلى أن الله ضرورة شخصية وليست ضرورة. وصلونا إلى أن الله إلى مكان واحد وليس في كل مكان. الله اعتقلوه وأوضعوه بالمسجد، مكانك المسجد، روح بعد هناك، ما لك شغلة بينا، الحياة تمشي بدونك يا الله، أنت محترم يا الله، وأنت يحولوه إلى كائن وليس إلى خالق. هذا شوية شوية تتغيب الألوهية من ما صنعت وينتشر العقل، بل يغيب الدين بالكامل. كمقدمة جناب الأستاذ، نعم. كمقدمة، احنا ضمن ما قرأنا يعني في بدايات قراءاتنا أن الاستعمار ربما يتمظهر بأشكال ومظاهر متعددة لعل الاستعمار استغنى عن الاستعمار المباشر، فبات يحكم أو يستعمر بالواسطة، فثمة من يربط بين ظهور المحتوى التافه عذرا وبين مجيء السيد الكاظمي عبر اتصاله الهاتفي الشهير ألو عماد. ترى يعني ماذا تعني ظهور التفاهة عند هذه عند ترأس هذا الشخص؟ هو الكاظمي الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. إيه، يعني خطية، هو هم ضحية من ضحايا العمل الهابط. رجل رئيس وزراء يمثل هذا العراق بعمق التاريخي،
7000 سنة على الأقل اللي نعرفها إحنا. هاي 7000 سنة نختصرها يجي للعراق شخص خريج متوسطة، وبالمناسبة لا أحد من أهل الكاظمية يعرفه حتى يحمل لقب الكاظمي، ولا يعرف له نشاط فكري أو ثقافي أو سياسي، إنه الشخص الرديء بالزمن الرديء بالحقيقة. ودعني لا أذهب بعيدا، تأخذني حماقة أن أشتمه أو كذا هذه، لكنه هو محتوى واطئ، هو شخصيا محتوى واطئ ابتلي به الشعب العراقي، وما تتوقع من محتوى واطئ غير النتاج الواطئ، لأن لقد أمضينا تحت حكمه سنوات كنت أتمنى كما يتمنى كثير من المخلصين أن تشطب من تاريخ الشعب العراقي. يعني من نمر على هاي المنطقة نسوي لها هاي المساحة الزمنية مع الحكم الكاظمي، نسوي حتى من شخص الموضوع نسوي لها ديليت، نذهب للمبادئ مثل ما أهل الحاسبات يقولون، ندلتها من ذاكرتنا ونتذكر نبوخذ نصر. الأستاذ قاسم العجرش، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقال آخر حمل عنوان أسباب ظهور التافهين في الإعلام، الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي. أسباب ظهور التافهين في الإعلام، الشيخ الدكتور عبد الرضا الباهلي. بعد الحملة التي قام بها القضاء والداخلية على التافهين في مواقع التواصل الاجتماعي، نحتاج إلى ثورة علمية وفكرية ترتقي بالمجتمع أخلاقيا وفكريا وثقافيا. وهنا يأتي دور المؤسسة الدينية ومراكز الأبحاث العلمية والإعلام بكل أشكاله في التعاون في إعداد مادة فكرية وثقافية تتلائم مع العصر وما يحتاجه المجتمع، مع إبراز العلماء والمفكرين من خلال برامج تهتم بالارتقاء في المجتمع. طبعا لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى ظهور هؤلاء التافهين في الإعلام، وما الآثار التي تركوها على الواقع الاجتماعي، وكيف يمكن تلافي هذه الآثار الواقعية وعدم ظهور أمثال هؤلاء. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، كما أجدد الترحيب بضيفي الكريم الأستاذ قاسم العجرش. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ قاسم. أكو ملاحظة أستاذ قاسم، يعني ربما لم يشر إليها بشكل واضح، وهي دخول سراق المال العام. سراق المال العام بدأ وكأنهم أسهموا بشكل واضح وجوهري في تشجيع صناعة المحتوى الهابط. ترى يعني من ربط بين القصتين، سرقة المال العام والمحتوى التافه؟ يعني هذه إجابتها جدا بسيطة، تتعلق بأنه السارق يحتاج إلى أن يعمي عيون الرقيب، يحتاج إلى أن يستغفل الناس لتمرر سرقاته. الشعب العراقي من زمان معلوم عنه أنه شعب واعي قادر على تمييز الغث من الردي بين الحسن، قادر على فتح باللبن، ألا يقال هكذا على العراقيين؟ فتح باللبن مع حموضة اللبن وتسببه بإذاء للتدليل على نباهته، يعني نباهته. هذا الشعب المفتح باللبن يحتاج إلى أن إعماء، والإعماء يتطلب أفضل الوسائل هو نشر في وسائل الإعلام محتويات مثيرة صادمة شعثة بسيطة خالية من الفكرة، هاي كلها تساهم بتمرير النشاط الفساد والسرقات المال العام. يعني ما نحتاج إلى إعمال العقل كثيرا لكي نفهم التلازم بين أطروحة التافهة وبين تعمية الشعب من خلال نشر هذا. هناك من يذهب باتجاه أن سراق المال العام هم في الأصل تافهين، فلا يفقهون لغة الرقي والثقافة، يعني السنخية إذا صح السنخية موجودة، بس سراق المال العام أذكياء،
أذكياء من أذكى البشر اللي يستطيع يعني بحزمة واحدة بضربة واحدة يسرق 3 مليارات دولار. هذا لابد أن يكون ذكي. والطرح المحتوى الهابط أحد وسائل ذكائه. لا هذا اللصوص أذكياء جدا، أذكياء بالسالب يعني باتجاه الأعمال السيئة وليس باتجاه الأعمال الإيجابية للشعب. ذكاء ما وظفه لخدمة الشعب، ذكاء وظفه لسرقة الشعب. نعم. أنا أردت المقارنة بين التكوين الثقافي والتفكير الإجرامي. التكوين الثقافي الذي يعني الابتعاد عن التفاهة، أما التفكير الإجرامي فبالإمكان أن تجد مجرما يخطط بطريقة محكمة لكنه تافه ثقافيا. يعني يراد لها بحث أكثر عمقا من حلقة تلفزيونية. العلاقة بين اللصوص والتافهين والمثقفين. هو كثير من المثقفين والإعلاميين والأصوات والسياسيين وقفوا إلى جانب اللصوص والفاسدين وتركوا يعني الشعب وآماله. وهذه تجربة العراق يعني تجربة ثرية بهذا المجال ومؤلمة مع الأسف الشديد. الثقافة العراقية طيلة 40 سنة كانت تقف إلى جانب البحث ولم تراعي مصالح العراقيين. هذا موضوع آخر. لا شك أستاذ قاسم، لا شك أنك تدرك أننا أزاء موضوع غاية في الدقة، غاية في الدقة، لأنه إحنا يعني أبناء تجربة ديمقراطية جديدة ونسعى إلى تأمين حرية القول والقول الآخر. أريد بشكل مباشر شنو معنى الحرية؟ الحرية هو أن يقوم الإنسان بالأعمال التي لا تضع قيودا على تفكيره. جيد. ولا على ممارساته، لكن هذا الإنسان الباحث عن الحرية عليه أن يفهم أن حريته تنتهي عندما تبتدي الحرية المجتمعية. وحرية المجتمعات يجب أن تقيد بقيود القيم. المحافظة على القيم ضرورة كبرى لكل الشعوب، لأي شعب، لأي يمضي إلى الأمام لتحقيق أهدافه ومصالحه. لا يعقل أن نسمح بالقتل، حرية القتل. لا نسمح بالإسراف بالتعبير عن مشاعرنا وعواطفنا إلا بالحدود التي يسمح بها العرف الاجتماعي، ولا نسمح لألسنتنا أن تتحدث بما تشاء دون النظر إلى عواقب هذا الحديث أو هذه أردت بهذا السؤال. عذراً، أردت بهذا السؤال أن يكون توطئة لسؤالي التالي. نعم. هو شنو ضابطة المحتوى الهابط؟ يعني باشر عقبة يجوني لزموك هاي بخير يقول لك هذا محتوى هابط، مدى واقعية هذه الرؤية؟ بالقانون أستاذي، القانون العراقي، والقانون العراقي من أفضل القوانين، قانون العقوبات العراقي والقوانين الأخرى، حتى بعض القوانين متقدمة على الدول الأخرى في مجال الحريات. بالقانون الحرية مرسومة حدودها ومرسومة تعاريفها، حرية الحياة وحرية التعليم، حق التعلم، حق العمل، وحق السكن، وحق التعبير عن الرأي، حق المشاركة السياسية، الحق باللغة، الحق بالعادات والتقاليد الاجتماعية، الحق بالشعائر الدينية. حقوق العراقيين مرسومة بدقة شديدة بمشرط جراح. المشرع العراقي من أفضل المشرعين على وجه البسيطة. أنت تعرف، السادة المشاهدين يعرفون أننا أول بلد أنشأ قانون. نعم، ظهر في الشريعة. نعم. وبالمناسبة حتى في شريعة حمورابي
قوانين الحريات وحقوق الإنسان موجودة وموجودة مرسومة بدقة وبوقت متقدم على الشعوب الأخرى التي هي الشعوب الأوروبية اللي تتبجح بالحريات، وهذه كانوا فايكنج ولصوص مراكب ويعني قطاع طرق، وبوقت احنا كنا ننعم بتقاليد وحريات وقوانين مرسومة بدقة ممكن أن نفتخر بها، ولذلك كان عندنا جامعات قبلهم وكان عندنا دين قبلهم وكان عندنا ممارسات أخلاقية ومجتمعية ما كانوا يعرفون مثلنا. أكو إشارة مهمة أوردها الكاتب الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي في مقاله، يقول فيها: إني أعتقد أن التفاهة أصبحت صناعة عالمية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدينية، فهناك السياسي التافه والإعلامي التافه ورجل الأعمال التافه وحتى طالب العلم الديني التافه وهكذا، كأنه يريد القول بأنها جزء من الحرب النائمة. ماذا تعلق؟ ما تحدث به الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرضا البهادلي، وهو بالمناسبة واحد من أفضل أساتذة الأخلاق وأفضل من أفضل الذين فهموا الحرب الناعمة ويجرنا إلى التحدث على أن السؤال اللي طرحه هو لماذا عنوان مقالة لماذا ينتشر المحتوى الهابط في وسائل الإعلام. أول، لأن وسائل الإعلام أصبح عديدها، قبل العراق تلفزيون واحد، تلفزيون الجمهورية العراقية وصار ويا تلفزيون الشباب مع العدي وبعد ما عدنا غيرها فقط هاي المحطتين، ولا عدنا ساترايت نباوع به ولا عدنا محتوى غير المحتوى اللي ترسمه إن الحكومة. نعم، محتوى صدام وعدي اي، واللي يطلع بالتلفزيون هو اللي علينا أن نعتقد أنه صحيح. الآن عدد الفضائيات ما شاء الله يعني بالمئات بالعراق وبأقليم كردستان هم مثلها، وموجهة للعراق من خارج العراق هم عدد مماثل، وهذا كله يحتاج إلى مادة إعلامية ضخمة تمليه. دعنا نذهب إلى مقالنا الثالث. أنتم أيضا أيها الأحبة رافقونا في ذهابنا إلى مقطع من مقالنا الثالث الذي حمل عنوان مكافحة المحتوى الهابط وتعزيز الديمقراطية، الكاتب زيد نجم الدين. مكافحة المحتوى الهابط وتعزيز الديمقراطية، الكاتب زيد نجم الدين. هنالك من يرى أن العلاج الحقيقي لهذه الأعمال هو رفع مستوى التعليم والثقافة في البلاد. من جهتي أعتبر الديمقراطية في العراق ما زالت حديثة وتفتقر للقوانين الساندة التي تفصل في القضايا الاجتماعية والحقوق العامة. بصورة عامة، الديمقراطية حتى تكون واقعية لا بد لها من أن تصمم لتناسب مجتمعها الذي ستقدم خدماتها فيه. على سبيل المثال، ليس من العملي أن يؤتى للعراق بنموذج ديمقراطي غربي ذي أبعاد قيمية مختلفة مع ما لدينا لترسم لاحقا حدود الحريات الشخصية بما لا ينسجم مع ثقافة وأخلاقيات المجتمع العراقي. لذلك أكرر دائما، الديمقراطية لا بد لها أن تصنع محليا. بكم مرة أخرى وأخرى، مرحبا بك أستاذ قاسم. تطلع لنا ممثلة عراقية هسه، يعني اعتاد المشاهد العراقي على رؤيتها على إحدى القنوات الفضائية العالمية، وتصرح بأن المثلية حق شخصي، حرية شخصية. ترى المحتوى الهابط الذي وقف عنده القضاء في الفترة الأخيرة لماذا لا يقف أزاء مثل هذه التصريحات بوصفها مستويات هابطة؟ خليني أكمل إجابتي على التساؤلات اللي أثارها الأستاذ. نعم صحيح، تفضل. الدكتور الشيخ عبد الرضا البهادلي، نعم، هو سهل عن أسباب ظهور المحتوى الهابط بوسائل الإعلام. احنا قلنا بأنه العدد وسائل الإعلام عدد انفجاري،
يعني مثل ما كانت عندنا قناتين الآن عندنا بالعراق فقط بحدود 200 قناة، يعني العدد زاد إلى 200% أو 2000% يعني حقيقة بالرقم كارثة. أي لأنه هذه الرادلة مواد يمليها، ويجب أن تكون هاي المواد جاذبة للمتلقي. وإحنا شعبنا شعب شاب، يعني خلافا للشعوب الأخرى نسبة اللي أعمارهم شابة عندنا 69% وفق يعني إحصاءات وزارة التغطية. هذول يحتاج لهم موضوعات مثيرة تنشر أمامهم حتى يتابعوها، لأنه حياة النشر والفيديو والمواد الأخرى الريلز واليوتيوب حياتها باللايكات وبالترحاب وغيرها من إشارات، فلذلك يميلون للإثارة. صار النوب جميعهم مثيرين، النوب هذول يحتاج أن يتنافسون بيناتهم، اللي يبحثون عن الإثارة الناشرين وسائل الإعلام المحطات التلفزيونات قاموا يتنافسون بيناتهم فقاموا ينشرون الأكثر إثارة. والأكثر إثارة هم يحتاج بعد بتصعيد، فما نقول قدامهم غير المحتوى الهابط المليء بالخلية الوفاضة إلا من هذا، لغة جسد وصدور وعري وألفاظ نابية وألفاظ سوقية وعلاقات سيئة، ومنها نشر المثلية. الفنانة العراقية التي تحدثت عن المثلية واعتبرتها حق شخصي نقول لها هنيئا لك بما أنت ذاهبة له. حتى اللا متدينين هم يفهمون بأن الأسرة مكونة من رجل وامرأة، هاي العلاقة المثلية ايش راح يطلع من عندها غير اسخام الوجه؟ أكثر من هذا ما يطلع من عندها. فأكيد هذه ظاهرة ستسحق من قبل الشعب العراقي، وسيكون للقضاء موقفا واضحا منها، لأنها تخالف المنطق والعقل والفطرة الإنسانية. أي على مر التاريخ أي أمر خالف الفطرة الإنسانية يموت من ذاته ينتهي. الآن راح تدرك أمريكا والغرب يدركون عاجلا أنهم يقضون على شعوبهم بنشر المثلية، سيقل عدد الأسر وسيقل عدد الولادات الطبيعية وسيقل عدد الأفراد المجتمعات، وسيلجؤون إلى مزيد من الهجرة. وراح نسمع يوم من الأيام ألمانيا الحالية اللي أدهشت العالم صناعاتها، راح نشوفها موطن للنيجيريين والسنغاليين للعتاقة، هم من اللي يهاجرون من بلدانهم إلا سقط متاع تلك الأقوام. تشويه الذائقة أستاذ قاسم، تشويه الذائقة، تسطيح الوعي، هو بالتأكيد يعني عمل مقصود لإحلال بديل ثقافي. باعتقادك ما هو البديل الثقافي المعد؟ احنا قلنا اللي قدام هو الحرب الناعمة، وهو هذا اللي يجري البديل الثقافي. أنا أبحث البديل الثقافي الذي يجعل الشعوب تقبل بالهيمنة الأمريكية والهيمنة الغربية، يردون إنتاج بديل ثقافي يتعايش مع هذه الهيمنة، بل يقبلها، بل يسعى إلى أن تكون هي الأولى. تربط مصيرك الفكري والثقافي بالمحتل. أمريكا ما أجت للعراق على مود تنشر الحرية، ولا أجت للعراق على مود تبني مصانع، ولا دخلت فيتنام على مود تحرر الشعب الفيتنامي من إقطاع، بالعكس كان بنظام جيد ذاك الوقت، والعراقيين وقعوا تحت هذا التأثير. أمريكا عندها غرض واضح، أنه هذا البلد صادرة شعبا وثروات، مو بالثروات، الثروات ممكن السيطرة عليها بالقوة العسكرية ويحطون معدل مقبول للتضحيات وتستمر أمريكا موجودة. هم يردون شعب مقتنع بأنه عبد،
مقتنع بأن أمريكا هي الحل. وشطب الإسلام، ماكو إسلام، لا سنة لا شيعة لا معتدين لا حوزات لا معممين أشراف لا أساتذة جامعات خيرين لا رجال فكر لا رجال عقيدة يردون، شعب على القدر دجاج ينام بالليل ويسهر ويرقص ويغني ويصرف. أمريكا ليش شجعت الاستثمار بالعراق؟ بس شنو استثمروا بالعراق؟ مول 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 مول، نعم. كافيتيريا، نعم. مطعم، فوت بشوارعنا، فوت بشوارع حاول لتحويل العراق كله. روح هاي بغداد، نعم. امامك، روح بالجادرية، روح يم منطقة ساحة الواثق وما جاورها من شوارع، بين مطعم ومطعم مطعم، ويشتغلون ببنات ويقدمون وزبائن واكل ونرجيلات وياها الجنس الرخيص وياها الموبقات كلها، وكل واحد متأبط له فخذ. وهاي هاي كان بكثير من الجرأة شوية تطلع من عندي عبارات، لو مو بتلفزيون كان حشيت بغير لغة. طيب أستاذ قاسم، ويسموني محتوى حافظ. عديش نسأل احنا ما هي الضابطة على أي حال؟ هناك من يسمي نفسه إعلامي وهو صانع حقيقي لمحتوى غاية في التفاهة، كما هو الحال فيما يعني يسموه أحمد بشير مثلا، لكننا نفاجأ بأنه يدعم من قبل ساسة عراقيين لدعم محتواه الهابط، كما هو الحال في يعني الأستاذ السياسي فائق الشيخ علي مثلا، يروح يبعد وياه ساد مالي أشهر على اي حال سياسي، لا شخصيه سياسيه، هو شخصيه على أي سياسيه. لماذا انت وصفته بالاستاذ؟ نعم يعني انا ازعم نفسي استاذ، نعم، بس هو استاذ ماليش. احنا كجهه اعلاميه ملتزمه ورسمينها، لا استاذ، لا استاذ، هذه صفه تطلق على الناس اللي يستحقوا عمل الاحفاط للكذا، هذه عذرا من الاخوه على اي حال، لك ما لك ولنا ما لنا. نعم. على اي حال سؤالي هو، لماذا لا يسائل السياسي الذي يدعم المحتوى الثاني؟ يعني مثل ما صاحب المحتوى، يعني انت تروح مثلا الشخص اسمه سكيبة، هذا من فقراء، من الفقراء، واللي ربما جاب له المحتوى، جاب له ايراد مالي وهو عاطل عن العمل، وهذا تروح تلاحقه لان قادر عليه. ايه؟ اما سياسي فتتركه على الرغم من دعمه للمحتوى. لا هاي الله وإيدك، هذا من حلقك الآذان المسؤولين إلى آذان السيد وزير الداخلية المحترم الفريق عبد الأمير الشمري، ولا آذان ومسامع الأستاذ فائق سيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. مثل ما تلاحقون صاحب المحتوى وربما هو ما يعرف شي يسوي، لاحقوا الداعم إليه ولاحقوا المروج باعتبار أن السياسي أكبر وأثر، هذا المنتج الرئيسي. هي دعوة يعني، وأنا أشكرك على إثارة هذه النقطة الحيوية. فإذا نتوجه إلى من خلال صانع القرار في أن يتخذ إجراء مناسب لربع الشخصيات التي يعني تحسب. بس لا تخاف أستاذي العزيز، هو راح المزبلة التاريخ هذا السياسي، وهذا شعبنا شعب طاهر، هذا الشعب اللي 20 مليون راحوا ويمشون للإمام الحسين بالأربعينية، سلام الله عليه، سلام الله عليه. وهذا الشعب اللي قبل يومين بزيارة الرجبية أبدى موقف كبير بالمحافظة على قيمه ومبادئه وأخلاقياته. هذا شعبنا من خاف عليه؟ احنا متأكدين أن شعب ينهل ثقافته من الحسين لا خوف عليه، يعني عندما يجد الجد تظهر معادن الناس ومعادن العراقيين. بالمناسبة أثبتت أنها معادن نقية حسينية إسلامية صلبة. على أي حال عذرا الوقت يداهمنا أيها الأحبة، كتب عمار محمد طيب العراقي لنا في هذه الحلقة خاتمتها، فلنقرأها على مسامعكم. مواقع التواصل الاجتماعي أفرزت طبقة من المسوخ يسمون بالمدونين واليوتيوبرية والناشطين المدنيين، تعتقد أن لها الحق المطلق في انتزاع ما يريدون واعتباره حق قانوني شرعي لهم، لمجرد أن لديهم جمهور بهيمي مسطح الأدمغة يتابع هذياناتهم.
على مواقع التواصل ويصفق لهم ويملأ صفحاتهم باللايكات والمشاركات والتعليقات المؤيدة بتقليد أعمى أهبل. وبمثل هكذا درس يجب وضع حد لموجات الشعبوية التي تأخذ أكبر من استحقاقها وتتمدد خارج حجمها وتتعدى حدودها حتى ولو تطلب الأمر إهانتها وتقزيمها لكشف صورتها الحقيقية. كنتم اذهبوا إلى أمان الله.